كتير عن مسألة الصلاة، وكل ما تطلبونه بالصلاة يعطى لكم، وبمحل آخر لم تطلبوا بعد باسمي أي شيء. حكى كتير عن الصلاة وإنه نحن بنقدر ننال كل اللي بدنا إياه بالصلاة، لكن السؤال اللي بيطرح ذاته وبيمر بذهننا دايما، طيب ليش نحن بس نصلي مش عم ننال اللي بدنا إياه، وكأنه ما حدا عم بيسمع شو عم نقول؟ ببساطة أخوتي، هي مناسبة اليوم لحتى نصح فكرة الصلاة يلي نحن قديما أخذناها عن جدودنا وآبائنا، حتى أخذناها عن الكنيسة، لكن بطريقة فيها نقص فيها غلط. اليوم رح بين لكم ليش نحن مش عم نعرف نصلي. وقت يسوع المسيح حكى تلاميذه عن الصلاة وانبسط انه الصلاة بيقدروا يعملوا يلي بدهم اياه وبيحصلوا على اللي بدهم اياه، قد ما انبسطوا قالوا له يا رب علمنا نصلي. سؤال فعلا محير، كان بيقدر يسوع ببساطة يقول لهم عندكم صلوات كثير قد ما بدكم فيه، عندكم المزامير في هذيك الأيام، المزامير كانت يعني الصلاة الأفضل، ما قال لهم عندكم الصلاة وصلوها، قال لهم إذا أردتم أن تصلوا فقولوا أبانا الذي في السماوات. بمعلوماتنا أخوتي الأبانا منا صلاة يلي أعطاها يسوع المسيح لنا. الأبانا هي دستور حياة مؤلف من بنود، ولا يسقط بند واحد من الأبانا تسقط إلا سوا. وبرجع أكرر وانتبه إني أنا أقول أبانا الذي في السماوات، لو قلت ألف مرة هيدي منا صلاة، هيدا دستور حياة أنا علي إني التزم فيه. هيدا اللي أعطانا إياه الرب. وشو هي الأبانا؟ تبتدي الأبانا بإني أعترف إنه الله هو بي السبب. أول بلد أبانا الذي في السماوات، مش بين الذي في السماوات، أبانا يعني نحن أخوة. السؤال البسيط، هل منعيش كأخوة أم كأعداء؟ يعني الواحد منا إذا بده يبلش بالأبانا يبلش بأول جملة، هل أنا خي أم عدو؟ لحتى كفي، إذا عدو ما في لزوم كفي، يكون عم كذب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. فكرنا شي مرة من مين عم نطلب إنه اسم الله يتقدس؟ وين موجود هالبركة يلي بتقدس اسم الله غير أعمالي وأقوالي وأفكاري؟ اسم الله بيتقدس فيي أنا بسلوكي. فهل الأعمال يلي أنا عم بقول فيها بتمشي وبتقدس اسم الله؟ بوقف نتشي هيك بفكر، إذا مظبوط أنا الأفكار المنيحة اللي عندي وأقوالي المنيحة ونواياي الحسنة هي اللي بتقدس اسم الله، إذا موجودة فيي خليني كفي على الصلاة. يلي برجع بكرر هي منا صلاة، هي دستور حياة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،
ليأتي ملك. تخيلوا مين منا هلا؟ شو يعني ليأتي ملك؟ يعني خلها تكون قيام يعني. هلا قطع بمجدك وجازي كل الناس حسب أعماله. كمان خلينا نفكر، هل أنا جاهز هلا إنه يا رب ليأتي ملكوتك؟ جاهز؟ ضميري مرتاح؟ أنا بحالة من النعمة؟ أنا حابب كل الناس؟ أنا مني متعدى على حد لا بالفطر ولا بالقول ولا بالفعل؟ تخيلوا إنه كل بند من الأبانا يجعل مني قديس، أفوق بقداستي، كل شيء في قديسين منكرمون على الناس. إذا لقيت حالي إني أنا بحال النعم جاهز هلا ليتم ملكوت السماء، وهلا إني أتحاسب، وهلا إني أوقف أمام الله، بقدر كفي ساعتها الأبانا. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الله. نعرف كمان انه كل القصه ان نتمم مشيئه الرب يسوع. كل القصه بالوقت اللي نحن بنعرف حالنا انه ما منتمم الا مشيئتنا، لانه مشيئتنا بتسالتنا. انا بعرف، انا اللي بفكر، انا اللي بتصرف. وإذا كانت مصلحتي بتقتضي إني خالق مشيئة الرب، فأنا بخالقها، بدعس عليها أو رايي، لأنه ما وقتها هلا، في عندي مصلحة، لا، في عندي غروري، في عندي ضعفي، في عندي اللي بدكم إياه. يعني هو أربع أمور، إذا أنا قطعتهم أنا قديس، عم بعمل عجائب، بيوصل الشق الثاني واللي هو حياتي أكثر. أعطينا خبزنا كفاف يومنا، وأنا بحياة عمري ما قادر حدد اللحظة اللي فيها أنا بصير مكتفي، لحتى كل شيء بيزيد عني أنا أقدر أعطيه للفقراء، أقدر ساعد فيه، أقدر أكون إنسان محب، أعمل أعمال رحمة وأعمل خير. هل قادرين نحدد أيمتى نحن نكتفي؟ عشان عم نقول لربنا اعطنا خبزنا كفاف يومنا، الى ان نصل الى الكذبه الكبيره الاخيره، اغفر لي او اغفر لنا كما نحن، اصلا من التسبيح قال كما نحن غفرنا اليك الشر، اغفر لنا، لانه بعرف بدون ما يغفر لنا الرب ما في فوت على السماء. فيغفر لي الرب، لازم انا اغفر. بانجيل اليوم من احدى المرات الكثيره، فاغفروا له لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماء. يذكرنا بانجيل الوزنات، بانجيل المديونين، سامحوا الرب ب10,000 دينار. الانجيل هلا بترجمته جديده كذا مليون دينار، 60 مليون دينار. وانا يلي غفر لي الرب كل هالكم الهائل من الخطايا، كمشت بقريبي يلي بدي منه 100 دينار. شو هي ال 100 دينار؟ بين 60 مليون دينار هي يمكن شي صباح الخير نشتري، يمكن شغله تافهه ما لها قيمه. انا مش قادر سامح قريبي عليا بالوقت اللي انا محضر لربنا سله فيها 60 مليون دينار من الخطايا، طلب منه يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي وسامحني. تخيل اخوتي وقت اللي بنقول الابانا اللي بنقولها اكثر من مره باليوم قديش فيها من الكذب على الله. ونحن مفكرين ان هي الصلاه بالوقت اللي هي طريقه حياه. تعال نعيش هيدي الحياه، ساعتها
من قبل ما تفكر تصلي وتطلب الله يعلم انا بحاجه لشو، من قبل ما تفكر ببساطه اخوتي الصلاة اللي نحن نصليها المسبحة والتراتيل والترانيم كل التكبيرات كل الصلوات اللي حفظونا اياها واللي حفظناها واللي هلا عم تنشر بشكل كثير زاد منا صلاة، هي نتيجة الصلاة. يعني انا وقت اللي برضي ربنا وبعمل مشيئته وبنفذ الأبانة ساعتها بقدر كرم العظمة وبقدر هلل وتغسل فيها وبيسوع المسيح هو كله غسل. السلام عليك يا مريم، عم بعيد كلام الملائكة وعم علي من قيمة مريم. بس أنا شو لأعطيكم كنت مثل كثير صغير، نحن كلنا بيات كمان. إذا أنا كبي طلبت من ابني يعمل أي شغلة اياها يعملها، واجا ابني بعد فتره يتغزل فيي بده طلب، بده اسعار السياره، بده يشتري له شيء، بده اي طلب، بصير هو يتغزل فيي ويحكي لي ويغنجني وانا بوقف على موقف واحد، كلنا بنوقف هذا الموقف، روح اعمل اللي قلت لك عنه بعدين رجعت نتفاهم، هذا موقف الاهل، روح اعمل اللي قلت لك عنه وبعدين بنتفاهم شو بدك مني طلب. اخوتي نفس الموقف، موقف الله. نفذت اللي قلت لك عنه لحتى جاي تطلب مني نعم وبركات وما بعرف شو. غفرت لقريبك لحتى جاي لعندي تقول لي اغفر لي. سامحت قريبك لحتى تجي لعندي لحتى تقول لي سامحني. عم تتغزل فيي يا صالح من ترتيل وقصص وروايات ومن بدا نحن عم نرتلها. عملنا اللي طلبه منا الرب لحتى الرب يقبل. يقول الكتاب المقدس غب عقلبي من رائحة البخور تبعكم ومن رائحة المسمنات. أريد رحمة لا ذبيحة. الرب ما بيرضى، ما فينا نتعبد عليه. بقلب القداس بنكذب عليه. قلب القداس. نجي بنقعد مساكين درويش. بيكفي نصلي الأبانة من بعد ما فسرنا. حتى نشوف حالنا بأي موقف وضيع نحن عم نكذب وجها لوجه المرأة. يجي الشخص على الكيسه كل القداس عقله برا، حتى بيوصل وقت المناوله ما بيتناول، واذا طلع بيت ورده ببلش بتبديل فضه قلب وجسد للموت. عم يخلونا نكفي نكون واعيين على شو عم نعمل لحتى فعلا بالاخر اخوتي من دون جرب ما نفكر بالطلب، الطلب بيحضر شرط نعرف نصلي الابانا. هاي الابانا هيدا مشروع حياتي، اذا قدرنا بحياه قطوعنا ننفذ الابانا صدقوني اخوتي بتتزيح صورتنا، بتتزيح صوره قلب يسوع، زي صورة مشار الرفض. إذا قدرت يعني هيدا البروجي تبع الأبانا. وهلا كل واحد منكم يا ريت بيعيد جملة جملة وبيشوف قديش هو مطبق منا. صدقوني ولا بنا واحد رح نلاقي حالنا مطبق. لكن اخوتي مش مشكلة، العبرة مش انه نكتشف قديش نحن ضعاف وقديش نحن بعاد. العبرة هي اني صلح هذا الغلط وارجع بلش
رم من حياتي وما تقولوا اي بند من ابينا بدنا نبلش منين ما بلشتوا الابينا كلها بتنطق من مغفرة القريب لخبزنا كفاف يومنا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كلمتك اللي بدها تمشي رايك اللي بده يمشي لا كلمتي انا ولا رايي انا ساعتها شوفوا كانه يسوع المسيح صادق بكلامه اللي كل ما تطلبونه بالصلاه لانه في مره قال تستطيعون ان تفعلوا اكثر من الذي فعلته انا خير يسوع المسيح عملنا بكل تعمل اكثر ما فيني انا اعمله اذا انتم عرفتوا تحبوا عرفتوا تطيعوا وتكونوا ابرار اطلبوا بر الله وما له بر الله هو الطاعه البراره يعني طاعه الشريعه فاذا من يوم حطينا حالنا امام واقعنا واقعنا ان نحن جميعا منا صادقين ابدا مع ربنا كل الوقت عم ندق على صدرنا ونطلب منه في النهايه روح اعمال اللي قلت لك عنه وبعدين انا بعمل لك اللي انت بدك اياه هلا بالنسبه لليوم طبعا كمان لازم نميز بين الذبيحه وبين الصلاه الذبيحه اللي هي ما بعمرها كانت صلاه هي مفعوله فيها منا وفيها بغض النظر عن الكائن اللي عم بغض النظر عن المؤمن اللي عم يشترك فيه مفعوله بحد ذاته موجود فيها لانه هيدا نعمه من الله فالذبيحه وقت بنقدمها عن مولانا وقت بنقدمها عن الاحياء اللي فينا وقت بنقدمها عن المرضى اللي فينا ما في لزوم نكون انتشين لحتى تعطي مفعوله مفعوله جاهز بقلبها لانه الرب هكذا قال افعلوا هذا بالذكر دائما يتذكروا قليلا اكثر من مره اذا بتقروا الكتاب المقدس كل مره بينذكر فعل تذكر ذكاء في عمليه خلاص بالتم يعني اول كلمه ذكاء كانت وقت اللي نوح يقول الانجيل وتذكر الله نوح من خرجت المياه ورسيت السفينه ابتدت حياه في كذا محل يذكر هذا الاسم فكيف بالاحرى اذا ربنا من عاقبه لسانه يقول افعلوا هذا لذكر اخر عمليه ذكاء انذكرت بالانجيل وقت المجرم يلي كان مصلوب حتى الرب يسوع هذا المجرم جرب ما قال له اذكرني جماعتنا اليوم اسمها اذكرني متى اتيت في ملكوتك اذكرني متى اتيت في ملكوتك يسوع المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس ما حصل لكن هذا الانسان اي خطيه لانه قال له اذكرني نحن اليوم خطي بهالذبيحه جايين لحتى نشكر موتانا وانا شبه اكيد انه موتانا هن اليوم عم يذكرونا لما نحن نعاني من ضعف وانقسام وتشتت بايماننا وبمحبتنا مش بشكلي بس كانت النعم اللي عم نجرب نوديها من خلال الذبيحه لموتانا ترجع لنا ان شاء الله ترجع لكل ندام او وقاع نعرف انه القصة بالنهاية فيها ثواب وفيها عقاب مش قلقان الرب من كل قلبه بده ايانا ان نعيش معه بالملائكة فان شاء الله كلنا سوا ناخذ القرار الصح نبتدي نرمم حياتنا استنادا للدستور اللي اعطانا اياه الرب الابانا نفذها لحتى نصير قديسين كما ان الله الان هو القدوس امين
نعبد في يوم أجمل الزريحة يوم الموتى للمشتركين والرعايا للمشتركين جميعا يشكرني في ملكه بلبنان وخارج لبنان لأنهم ما بتعرفوا هالجميع صاروا قرار نشكر الله في القداس أول تمام بالتضييع بعد يومين الخميس تمام قبل اليوم في جماعات عم تنضم رعايا طبعا الذبيحة هي كمان عن نفس موتانا موتى رعية كرم سدي مع سائر الرعايا وبالأخص موتى كل اللي حاضرين معنا بهالذبيحة رح تتضمن كمان التقدم على نوايا خاصة إن شاء الله كل إنسان ينال النعمة طلب يعني بده إياه لكن نفتكر بالأذان كل يوم صباحا وكل يوم مساء آمين نؤمن بإله واحد.